وصلنا للفقرة الثانية، فقرة بالعقل. بطل فقرتنا النهاردة، عشان كده أنا قلت لكم نستنى الفقرة بالعقل، كابتن محمد زيدان نجم مصر وبروسيا دورتموند الألماني السابق طبعا. عمل مداخلة الحقيقة مع قناة أون تايم سبورتس امبارح واتكلم بالعقل، ما قالش حاجة. قال إيه في ملخص التصريحات اللي قالها كابتن محمد؟ قال مودست مهاجم كبير، مش إسلام الشاطر الأهلاوي ولا جمهور الأهلي ولا لا لا لا، كابتن محمد زيدان اللي عمره ما لعب في نادي الأهلي ولكن طول عمره كان بيلعب في الدوري الألماني. قال إيه؟ قال إن مودست مهاجم كبير واسمه كبير في الدوري الألماني وله بصمات مع أندية كتير هناك. أكبر بصمة كانت لمودست مع نادي كولن، وهي العلامة الكبيرة اللي أثبت نفسه بيها. كابتن زيدان بيكمل، من وجهة نظري تواجده في بروسيا دورتموند يعني إن النادي كان بيبني عليه طموحات كبيرة ولكن ما عرفش يتأقلم معاهم ولم يثبت نفسه معاهم، ولكن هذا لا يقلل منه. كابتن محمد زيدان مش إسلام الشاطر قال هذا لا يقلل منه لأنه يمتلك بصمات كبيرة مع الأندية الألمانية هناك وبعض الأندية الفرنسية. الأهلي دايما بيركز مع اللاعبين الأفارقة وشمال أفريقيا، مغرب يعني وتونس وجزائر وليبيا. من وجهة نظري تعاقد النادي الأهلي مع لاعبين من أوروبا في وقت بدأوا ينظروا في أوروبا للدوريات العربية من خلال اللي بيحصل طبعا في الدوري السعودي، أمر قد يفتح المجال للأندية الأخرى. والأهلي نادي كبير وعظيم، مش إسلام اللي بيتكلم، مش إسلام ده كابتن محمد زيدان. النادي الأهلي نادي كبير من أعظم الأندية الموجودة في أفريقيا والوطن العربي، واللاعب الأوروبي يرغب في الانضمام لأندية أو لفرق تنافس على بطولات. على الجانب الآخر كابتن محمد زيدان بيكمل كلامه، الأهلي كان بيفتقد للمهاجم الصريح التارجت، وكابتن زيدان يرى أنها خطوة جيدة أن ينضم لاعب من دوري أوروبي إلى النادي الأهلي وللدوري المصري. خطوة جيدة، صفقة متميزة، أتمنى التوفيق للأهلي في الصفقة بسبب كأس العالم للأندية. شكرا كابتن زيدان. كابتن زيدان اتكلم بالعقل، عشان كده أنا مش هزود، مش هقول حاجة. اتكلم عن متابعة حقيقية وخبرة واقعية بالدوري الألماني، اتكلم عن النادي الأهلي بما يستحقه النادي، واتكلم عن مودست، اتكلم عن الثلاث أطراف. وجهة نظره أن ده لاعب كبير كان في الدوري الألماني وفاهم يعني إيه يجي يلعب في مصر للنادي الأهلي، وكان بيلعب في دورتموند وينضم للدوري المصري والنادي الأهلي. لو كل الناس تتكلم بالعقل زي ما كابتن زيدان بيتكلم كانت حاجات كتيرة جدا جدا اتغيرت في الإعلام الرياضي. الحقيقة أتمنى أن الناس كلها تفكر قبل ما تتكلم. نقطة تانية محتاجة توضيح، وتوضيح عاجل، من رابطة الأندية. أنا أهو بقول توضيح فقط لا أقول أي شيء آخر. أنا سمعت النهاردة بعض التصريحات للكابتن النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، قال كده بالظبط. وفقا للموسم السابق التأجيلات كانت وفقا للائحة، صح؟ طيب النائب أحمد دياب النهاردة قال أن التأجيلات السنة دي مش زي السنة اللي فاتت، وان اللي هيصعد في الادوار الاقصائيه في افريقيا مش هيكون له تاجيلات. طب ما هيلعب ازاي؟ ماشي، لكن لما يوصل للنهائي الرابطه تبقى تجتمع وتشوف. حد فاهم معنى هذا الكلام ايه؟ انا محتاج توضيح، يمكن انا ما فهمتش الكلام. انا محتاج، مش أنا لوحدي، أنا وكل جمهور النادي الأهلي محتاجين نعرف هو النائب أحمد دياب بيقول الكلام ده ليه؟ وعشان إيه؟ أنا هنا هتكلم عن النادي الأهلي، هو في ثلاث أندية أخرى بالمناسبة. هو التأجيل بيبقى بالاجتماعات، اجتماعات الرابطة يعني، ولا باللائحة؟ لأنه أنا كنادي أهلي مش عايز أدفع الثمن في كل البطولات.
لابد أن يكون هناك حلول واضحة باللوائح. اللوائح الصادرة بقى عن رابطة الأندية، اللوائح الصادرة عن هنا، ماليش دعوة. أنا بس بفتح أطراف في هذا الموضوع، أتمنى أن يكون هناك توضيح. يمكن أكون أنا فهمت الكلام غلط. فأتمنى من الأستاذ أحمد دياب إن هو يطلع يقول لنا، ما يقوليش، يقول لأي حد. النائب أحمد دياب ما بيردش دلوقتي في التليفون على حد خالص، فأتمنى إن هو يطلع يقول للناس حتى اللي بيرد عليهم في التليفون، يقول لهم لا والله أنا كان قصدي بالتصريحات دي كذا 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 كذا. أتمنى عشان بس نبقى فاهمين ونقدر نرد على هذا الكلام. ودايما ردنا مع النائب أحمد دياب بيبقى رد محترم، ولأنه هو رجل محترم، وبالتالي نقدر نتواصل ونوصل لحل على هذه الكلمات وهذه التصريحات.